بسم الله الرحمن الرحيم. بموضوعنا النهاردة هنتكلم عن حقائق عن الإنسان، حقائق علمية عن الإنسان. الحقيقة الأولى، بتزداد احتمالية رؤية الكوابيس في المنام عند النوم. عندما ينام الإنسان في مكان بارد، كما أن الأشخاص الذين ينامون على ظهورهم معرضين لرؤية الكوابيس بمعدل 10 مرات أكثر من الأشخاص الذين ينامون على أحد جانبيه. الحقيقة الثانية، بتؤثر قلة النوم على الإنسان فتجعله يضحك بشكل هستيري على أشياء تبدو طبيعية ولا تستدعي الضحك أصلا. الحقيقة الثالثة، تمتلك الإناث حاسة تذوق عالية بتفوق حاسة التذوق عند الذكور، وبخاصة في الأطعمة والمشروبات. الحقيقة الرابعة، بتتسع العين بنسبة حوالي 45% عندما ينظر الإنسان إلى شيء يشعره بالفرح والسعادة. تناولنا مع بعض النهاردة 4 حقائق علمية عن الإنسان. في نهاية موضوعنا، ما تنسوش تدوسوا لايك عشان يصل فيديو لعدد كبير، وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.